الشاعر فهد العازمي من كبار شعراء الساحة، شاعر معنى حقيقي، شاعر له بصمته، متمكن بكل ما تعنيه كلمة شاعر. فهد العازمي شاعر مخضرم ما فيه كلام. فهد العازمي عملة المحاورة الأصلية. جاني خطا منك ما جاني صواب. هذا أنا بجس نبضك أشوف هو متعمد ولا حس النية. لا تحسب أنه خطا في مطبعة. احتدام الطاروق دائما ودخوله في صلب الموضوع يبدأ غالبا من البيت الخامس إلى البيت السادس على حسب فكرة الشاعر البادي وطرحه للموضوع والتقاط زميله للإشارة. تطلعاتي عن قافي مع عبد الحميد أتوقع يجي قاف غير القيفان كلها. عبد الحميد شاعر رمزية وشاعر قوي، وأتوقع أن قافنا يختلف إن شاء الله الليلة. عبد الحميد الفهمية له أسلوب خاص المحاور يشكر عليه، تميز عن باقي الشعر. ونعم شاعر متمكن، شاعر قوي، ما في كلام، شاعر بما تعنيه الكلمة، الشاعر الذي لا أرغب في مقابلته هو الذي لا يرغب في مقابلتي. الذين لا يرغبون في مقابلتي هم الذين لا يفهمون أفكاري. الرد على من يقول نرجسية عبد الحميد أكثر من شاعريته أن نرجسيتي ترافق شاعريتي، متساويتها. الصفة الأقوى عندي في شعر المحاورة أنها أفكار خارج الصندوق وألفاظ غير مستهلكة. أرى التمريرات في شعر المحاورة أنها صالحة لمرة واحدة، تكرير أي تمريرة هذا خطأ. فهد العازم يقول له شد حيلك، الميدان يا حميدان.